السلام عليكم، اسمي أحمد حسن بدر من مدينة تادف ريف حلب الشرقي. كنت أعمل عامل مدني، ومن سنتين كنت أعمل بالريف الشمالي. أثناء عملي انفجر لغم أرضي مزروع أدى لفقدان الأطراف والبصر وإضافة إلى إصابات في الجسم. من خلال إصابتي تم إسعافي إلى مدينة تركيا، تلقيت العلاج، تميت فاقد الوعي 15 يوم، عملوا لي عمليات بتر الأطراف، وعملية بطني طلعوا لي شظايا، وفي إيدي كمان إصبعتي ركبوا لها صياخ، في براسي كمان خيطوا لي وطلعوا لي شظايا كمان. تميت بعد 15 يوم شي شهر ونص بالعناية المشددة، وبعدين وصلنا هون فقدت أطرافي من فوق ركبي وفقدت البصر تماما. بعد ما طلعت من العناية المشددة بعد فترة 5 6 شهور تشافيت من الجروح، صرت قادر يعني إنه أتعالج علاج البصر. تم زرع قرنية أول مرة، بعد 6 شهور تم رفض القرنية من جسمي، بعد 3 شهور ردينا هلأ زرعنا قرنية، هلأ أسعى القرنية قيد الاختبار. عم بشوف فيها حاليا شيء بسيط، وعمل لقدام إنه ترجع تتحسن أكثر إن شاء الله. بالنسبة لأطراف مراكز الأطراف قالوا لي إنه كون البتر من فوق الركبة ما في دوك أطراف عادية، بدك أطراف ذكية، وأطراف ذكية مكلفات، وعلى أمل إنه حدا يساعدنا تركب أطراف ذكية تنمارس حياة طبيعية وتصير روح ومرجع. أنا لما كنت ماشي على إجري وأشوف ما كنت مقدر، يعني واحد ما كان يقدر النعمة اللي كان موجود فيها بعد فقدان يعني البصر والأطراف. واحد صار يعمل قيمة للنعمة اللي كان موجود فيها، كان يعني واحد أقل شيء يروح لحاله ويرجع لحاله، وهلا بده مين يعني يساعده؟ البصر والأطراف بده يعني حدا ياخده ويجيبه. صحيح أنا فقدت أطراف وفقدت بصري، بس عندي أمل إنه أرجع أركب أطراف ويتعافى واحدة من عيوني، يعني نحن بحاجة هيك لمنظمات إنه ترعى المصابين. في كتير مصابين، في كتير عالم فقدوا بصراً، في كتير عالم فقدوا إيدين، في ناس أطرافاً. فأتمنى إنه يكون في مساعدات إنه نرجع خيو نعمل. لازم يكون يعني نحن نكون مصابين عضو فعال، ما نكون عبء يعني على المجتمع. Thank you.